فنان ولكن من نوع خاص، والفن في القلب وفي الراس. يعمل خيم أشكال والوان، مش أي تصميم كده وخلاص. طارق يحب الشغل قوي وبيمشي ورا إحساسه عشان يطلع بتصميم مش عادي، وهو ده طبع الفنان. وعم مصطفى ليه خبرة وباع طويل قوي في التصميم، وهما الاتنين في المهنة ليهم مكانة وشغل عظيم. أهلاً وسهلاً، إزاي حضرتك؟ كل عام وأنتم بخير. ربنا يبارك فيك، منور الدرب الأحمر كله. الله يخليك يا مصطفى، الخيمية ربنا يبارك فيك. الخيمية أهو منور بوجودك. فتتكم جميلة. ربنا يبارك فيك. زمان لما كنت باجي أمشي هنا يا مصطفى كان ألاقي زي البنك العريض ده بيشتغلوا، كان بيشتغلوا معظمهم، والناس قاعدين، الرجالة فاردين رجليهم قدامهم. بس عدد الخيمية قل، الصناعية الحرفيين قلوا فعلاً. الصناعية قل. معظمهم بقى تجارة بقى، ده في مثلا السنة دي موسم. ده قماش مطبوع بالظبط، ده موسم رمضان. فكله بقى بيشتري القماش المطبوع. بالظبط كده. يعني كتير من المحلات قلبت التجارة. كان هذا محل بيبدأ وكان نشاط تاني، لا هنا سوق الخيمية. بيبتدي يروح يتاجر في الخيمية. يشوف حاجة الناس بتبقى عايزاها برضه. بالظبط كده، بالظبط. وده بقى من أحسن الخيمية النهارده عندنا الموجودين، اللي هو دخلها عن حب برضه مش مهنته، الحاج طارق الصفتي. هنرجع بقى لطارق لما نخلص مع حضرتك كلام. ربنا يبارك فيك. إيه المكان الجميل ده بقى يا عم؟ ربنا يبارك فيك ده بوجودك. ده ايه ده؟ يعني فجأة في مكان هادي، كويس ان احنا طلعنا فوق عشان الشارع ازدحم جدا تحت. مش ده خان الخيمية، معمول اصلا للخيمية. يعني المفروض ان الناس الفنانين يقعدوا يشتغلوا هنا؟ معظم ال وقلت لي العطفة اسمها ايه؟ ده ذؤاء المسك. اي ذؤاء المسك، وبره اسمه قصبة رضوان. قصبة رضوان. نعم. وذؤاء المسك. وهنا خان الخيمية اللي اتعمل اساسا عشان يجمع الخيمية كلهم فيه. دخل فيه بعض الحرف اللي هي بتساعد للخيمية، معظمها ورش. كلها ورش. معظمها، لكن فيها معارض زي هنا. لكن حضرتك مثلا لما تشتغل، تشتغل من هنا يا عم مصطفى؟ نعم طبعا. تقعد تشتغل من هنا اهو. لأن حتى الزبون الأجنبي بيحب يشوف المنتج وهو شغال فيه. نعم. لسه في أجانب بيجوا الخيمية يا عم مصطفى؟ يعني موجودة بس مش كتير. موجود. نادر. بس زمان كان في أكتر بكتير بيجوا. طبعا. حتى نوعية السياحة كانت. وحضرتك بتفرجني سوق الخيامية من الأول للآخر. نعم. كان في منتجات بقى من الطباعة كتير قوي قوي. نعم. دي على طول القماش المطبوع ده ولا ده عشان بس رمضان؟ بس حضرتك عشان انت جيت في الموسم بتاع رمضان، فمعظم الخيامية اللي هم مش حرفية، اللي هم التجار، بيقلبوا بقى يبيعوا أدوات رمضان زي القماش المطبوع، وتعمل منه الفينيل دلوقتي، وتعمل أدوات بقى العياشة مثلاً، بوف بتاع أدوات رمضان وزينة رمضان. عم مصطفى احنا كنا قلنا إن هي في الأول خالص بقالها مئات السنين. نعم. كانت بتستخدم في إيه؟ في الخيام. في الخيام. مهنة اسم الخيمة جاي من الخيمة، الخيام. مظبوط. كانت الخيمة مش منظرة العادي النهاردة، كانت الخيمة بتعمل وتتعمل عليها نقش من جوه زي اللي حضرتك شايفاه الإسلامي. زي النقوش الإسلامية. بالظبط كده. ومن بره تبقى ساده الخيمه عاديه، بس فيها شويه برضو شغل من الاطراف كده كنت بشوف. بالزبط. ومن جوه كلها تبقى ناش. شكلها كده. نعم. صحيح. في الافلام التاريخيه بنشوفها. بالظبط كده. القطعه اللي حضرتك وراك دي هي اكتر حاجه تقليديه موجوده، البدايات اللي هي كانت بتعمل بتستخدم في السرادق بتاع الافراح. أيوة. والمآتم. ايوه اللي هي بدايتها. ايوه كانوا بيعتمدوا على كثرة الالوان. في ناس من الديزاينرز المعروفين جدا. نعم. بيشتغلوا من دلوقتي، او يعني ناس من اللي حافظوا على المهنه، يعني احمد حامد وسيف الرشيدي. دول ثبتنا. دول. أيوة. هم مش حافظوا على المهنه، هم طوروا في المهنه. طوروا في المهنه. يعني النهارده احنا كان كل شغلنا معلقات، فكنت انا كده دخلت كم مسابقه كده وجوا ناس اجانب قال لي احنا عايزين كل بيت. ليه معتمد على الاجنبي؟ كنا بنشتكي من السوق. عايزين ندخل في كل بيت مصري قطعه. ايوه. فازاي دخلها؟ في زمان اختنا الفضيله رحمه الله عليها دخلتها في العبايات. ايوه. حاجه سامي الاتربي. ابتدت بقى تقلد. طب بلاش بقى عشان دي مكلفه في اليدوي، نعملها تطريز. طب انا عايز اسال حاجه بالنسبه لموضوع التقليد ده. نعم. انا اعرف ان استوات الخياميه بيغيروا جدا جدا من بعض. نعم. ومن ايام وصف مصر مكتوب ان. نعم. كانوا يحطوا ستار. نعم. عشان ما حدش ينقش نقشه زميله ويرسم لوحده. نعم. لسه الغيره دي موجوده لحد دلوقتي. احنا بنقول ان شغلتنا دي بكر، يعني هو النهارده بيمشي يبص على لوحه متعلقه عشان يصورها ويروح عاملها تاني يوم. انا عندي المعابد والمتاحف فيها مئات الصور.
ياخد اللي ياخد. لا والعصافير بتوع ربنا في السماء ياما. وانا اقدر ارسم تاني. فما دي ما بتهمناش احنا. صح. يعني المحترف ما بتهموش قوي. صح. لكن الراجل اللي هو ناقل اصلا جايب صوره ناقلها برضه خايف انها تتنقل منه. لكن هي تتنقل. طب ما احنا معظم شغلنا ندى في السوق موجود. طب دلوقتي يا عم مصطفى انت بقى. نعم. انت دلوقتي راجل ما شاء الله الله اكبر الملك ده كله بتاعك و لا مش كله لا يعني الحمد لله راجل مقتدر شغال فيها ليه يا عم مصطفى؟ ده حب يا فندم ده عشق والله لو ببلاش انت تعرف عليك انا ممكن اقعد على والله اقعد على الصبح الولاد كانوا يروحوا المدرسه وسايبيني قاعد بشتغل ويجوا من المدرسه ويتغدوا ويناموا ويصحوا ليه شغال وانا ما قومتش من مكاني حب ولو ببلاش ما احنا جينا ايام علينا ما كنا في ايام حادثة الاقصر وبتاع ما كانش فيه دي ما كانش فيه شغل كنا بنشتغل مبسوط يا عم مصطفى ان محمد ابنك بيشتغل في نفس المهنه طبعا طبعا وفنان وبيرسم حلو ده انا كنت زعلان جدا جدا ان مفيش حد غير محمد تاني اخو التاني انت ما عندكش اولاد تاني انا عندي عمر بس مش ما بيحبهاش مش غاوي لكن عندي المدام اتعلمت بالرؤيه برده بتعرف حلو امي رحمه الله عليها اتعلمت كانت بتعمل معانا شغل فعلا والله وما على فكره ما حدش علمها دي ما من كتر العشره مع الوالد والرؤيه علمتها ولذلك النهارده في حضرتك ناس كتير جدا دخلوا فيها مش وراثه بيحبوه يعني كان عندنا في راجل كان عقيد متقاعد في الجيش اسمه رؤوف ايوب ده ما شاء الله شغل المهنه كلها وطور فيها الى الان النهارده بيشتغلوا في شغل رؤوف ايوب طورها جدا جدا وقعد فيها بتاع 10 12 سنه وسابها واحنا ماشيين يا عم مصطفى انت قلت لي ان في فنان جميل قوي اسمه طارق هتعرفني عليه واحنا ماشيين اللي دخل فيها مش مهنته طارق الصفتي وحبها جدا ويعتبر دلوقتي من افضل الناس هتعرفني عليه واحنا طبعاً. نازلين عندنا في المعاصرين برضو في قريب من السن الحاج محمود الحريري معنا يا سيدي طب ومين عشان نقول اساميهم اسطوات فنانين قدام رحلوا عن عالمنا او موجودين يعني مين اشهر ناس في عالم الخيامين عندنا حاليا دلوقتي او اترحلوا عن عالمنا في الاخر من اجيال اللي علموا بقى اللي قبل جيل الوالد في عبد الشافي ده اسمه في التاريخ في حنف زنجير ده كان الاجانب يجي يصوروه مش شايف لدرجه واحد اجنبي خدته وعملته نظاره على حسابها وبيشتغل شغل ما حصلش